معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام، بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف. الله من جزان يقول بارك الله فيكم، ما هي أفضل الأعمال في شهر شعبان؟ هل الصيام أم الصلاة أم وما هو فضل ليلة 15 من شعبان؟ شعبان الشهر الثامن من أشهر السنة ليس له فضيلة خاصة، ليس من أشهر الحرم، شهر من أشهر الله، من أشهر الله، إنما له فضل قربه من رمضان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الشعب بالصيام، بمعنى أنه يصوم أكثره، حتى قال جاء أن صام كله والأولى أن يقال كل الأغلبية، وإلا فالنبي ما استكمل صيام شهر كان بعد رمضان، إنما كان يصوم معظم شعبان، ويقول شهر يسر الناس عنه بين رجب وجماد، بين رجب ورمضان، فكان يصوم كثيرا. جاء في الحديث النهي عن الصيام بعد صيام شعبان ولكنه ضعيف، والصحيح جواز الصيام في أول شعبان وفي آخره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم يصومه، فدل على جواز الصوم لمن لم يكن قاصدا بصيام رمضان، وإنما أراد بالتطوع المطلق. فالنبي كان يصوم شعبان يصوم أيام منه ويفطر ويصوم ويفطر منه، إن فيكثر من الصيام فيه، لكنه لم يصوم كاملا، وليس لشعبان خصائص. أما الذي يصوم شعبان الذي يقولون إن لا يتقدر في الآجال والأرزاق، هذا خطأ، لأن هذا مخالف للقرآن، لأن الله ذكر هذا في القلب قوله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يعطى الملائكة صحف أعمال ذلك اليوم من ليلة القدر إلى مثل من العام القابل من الخير والشر والرزق والحياة والموت وما قدر الله من أقدار التي من الحكمة لا لعب ولا سوء فيها.